حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يقتتل فئتان فيكون بينهما مقتله عظيمه دعواهما واحده ولا تقوم الساعه حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من ثلاثين كلهم يزعم انه رسول الله